دكتور فادي علامة، بالنسبة لإلك بغض النظر عن النتيجة، هل برأيك الإدارة الأمريكية أو السياسة الأمريكية هي واحدة تجاه لبنان والمنطقة؟ وحضرتك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني، بغض النظر عن الجمهوريين أو الديمقراطيين، هل هي سياسة خارجية واحدة أم لا هناك فرق؟ هلا بالبرنسبل في سياسة أساسية واحدة بتكون موجودة، بس أيام كتير واقع الأمور بمنطقة معينة بريجن معينة بتفرض حالها. يعني اليوم إذا بنرجع نحن تنقول للبروجرام تبع الرئيس بايدن أول ما طلع، الميدل إيست ما كان بالأولويات تبعه، كان عنده قصة تشاينا، عنده موضوع روسيا وأوكرانيا، يوروب عنده أشياء تانية غير الميدل إيست. اللي صار هلأ أحداث غزة وتطورات اللي عم بتصير، الحرب بلبنان، فرضت رجعة حالها وعطت الميدل إيست شال الأوسط الأولوية. يعني هلأ اليوم في سياسات أساسية، بتصور أنا اللي عم نشهده اليوم شو ممكن يأثر كمان على الأسواق العالمية، على توتر بمنطقة الشرق الأوسط، أنه يمكن ياخد الإدارة أنه تحط موضوع الشرق الأوسط كأولوية، بس أولوية مش أنه نعالج بس موضوع وقف حرب بس وتطبيق 17-01 هلأ اللي بيعنينا بلبنان ودور الجيش وكل هالأمور هيدولي. في أساس، في شيء مشكل أساسي هون بدي تلاقي له حل، هو قصة القضية الفلسطينية. بدت من زمن، ذكرنا من شوي من الرئيس كارتر وطلوع، وكأنه أكثر الديموكراتس عطوا اهتمام أكثر أو عملوا أفرت أكثر بموضوع القضية الفلسطينية والشرق الأوسط. هيدا اللي نحن حابين نشوفه، بنتأمل إنه يعني بالنسبة لك الديمقراطيين هن اللي أكثر بيبدوا اهتمام بقضايا بالتاريخ، بالتجربة بس التاريخية، بس أيام الأحداث فرضت حالها واضطر ساعتها الإدارة بهداك الوقت، مطلق إدارة، إنه تركز أكثر. بس الأساس اللي نحن متمنى نشوفه إنه نشوف حل لهالقضية الفلسطينية، حل الدولتين، هي إطار تاني لإلها، بس إنه في أمل ساعتها أنه يصير في شغل بسرعة على هالموضوع.